السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة هنعمل الفراخ البانيه مع المكرونة، بس احنا الاول هنعمل التتبيلة البانيه عشان خاطر ايه تنهض الفراخ تاخد راحتها. الاول معانا صدور فراخ، بقسماط، دقيق، بصلية صغيرة مفرومة ناعم، ثوم مفروم ناعم، البهارات البانيه، فلفل اسود، ملح، بيضتين، كاري، بابريكا. الاول هنبتدي نجيب البيض، هو طبعا من المعروف ان احنا كنا نعمل التتبيله ونسيب البيض والدقيق والبقسماط للاخر. دلوقتي انا ايه هبتدي احط الدقيق والبيض مع التتبيله، بتبقى افضل. هبتدي بقى اجيب الثوم، بصل، بابريكا، الكاري، الملح، الفلفل الأسود، البهارات، الدقيق، هي كده خلاص اهي جهزت معايا تتبيله. انا عاوزاها بالسمك ده، انا على فكره حطيت لها نقطتين ميه بس عشان اخفها شويه عشان هي كانت تقيله. هبتدي بقى احط الفراخ. بصوا انا عاوزه التتبيله تبقى فيها كده لازقه فيها، ما تنزلش بسهوله. هبتدي بقى احط الفراخ. انا هسيبها كده في التتبيله لمده ساعتين، ولما ارجع عليها هوريها لكم بالطريقه دي. هسيبها كده لمده ساعتين. دلوقتي احنا هنبتدي نعمل المكرونه، ومقاديرها معانا كيلو مكرونه، عصير طماطم، معلقتين كبار سمنه، ملح، فلفل اسود، بصلايه متوسطه، ثوم، بهارات. وهنبتدي بقى نروح على النار نعمل الكلام ده. احنا دلوقتي هنبتدي نحط السمنة، هنحط البصل، انا هستنى شويه مش هحط التوم دلوقتي لما البصله تدبل عشان ما يتحرقش. البصله ابتدت تدبل معايا بقى هحط التوم. عصير الطماطم، البهارات السبعة، ملح، فلفل اسود، انا هغطي عليها بقى لحد ما تتسلق. انا هنا كنت حاطه ميه هنا المكرونه عشان تتسلق، هي ابتدت الميه هنا غلت اهي. هبتدي بقى احط المكرونه. هبص على صلصه الطماطم،
هي خلاص كده السبكت اهي، هطفي عليها. دلوقتي المكرونة سلقت معايا، هبتدي بقى اطفي عليها واصفيها. انا دلوقتي صفيت المكرونة، هبتدي بقى احطها في الصلصة. هي كده خلاص اهي، هبتدي بقى احطها على النار الاول على نار عاليه لحد ما تطلع بخار، وبعد كده هوطي عليها النار. انا دلوقتي سبتها الفراخ حوالي ساعتين، هبتدي بقى اخدها عشان اقليها، احطها في البوكسيون. اتكت عليها كويس في البوكسيون. هبتدي بقى احطها في الزيت. هعمل كمان واحدة. انا هستكثر دول، انا هبتدي بقى اطلع دول خلاص. وبكده دول يكونوا اخر قطعتين، هطلعهم وهبتدي بقى اقدمهم لك. بكده المكرونه مع البانيه تكون جاهزه، ويا رب الفيديو يعجبكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه.